انا الاب ديال الابن اللي لقات الحادثه في سلا وتسبات القطع ديال ديالو. وبالنسبه للحاله الماديه ديالنا راه يوتلا ما عندناش. بالنسبه للابن ديالي انت ما كتشوف الحاله ديالو كي دايره، كان تيدير التكوين، كان تيقرا دار التكوين، ودابا هو ما يعني اللي عطى الله عطاه كتاب عليه مكتب. والاسباب هو اولا كبر منه، اسباب كبر منه يعني داك شي نهار جا جر لي جاكيطا وقطعها له بقات هكاك حتى المره الثانيه عاوتاني فاش ضربوه. دونك ما كانت بيناتهم شي عاده؟ لا ما كاينش شي عاده، هو المهم ما كاينش شي عاده، ويعني الدري انا ما هو اللي كان ديجا جبدو حيد قطع لي جاكيطا وهادي وبقات هكاك حتى شي اللي وقع. اسمع في هيستيريا كيما تيقول، يعني تقبلنا الخبر صعيب بزاف، صعيب علينا بزاف، العائله كامله كلشي مرض، كلشي حتى شي واحد ما بقى على خاطرو الصراحه، يعني كتجي صعيبه بزاف. واني حاليا دابا حاليا راه باقيين ماشي مهادوك كيما كتشوف ابن ديالي ضروري تكون النفسيه ديالو كيما حنا النفسيه ديالنا راه ماشي هذيك اولا، وهو راه اكثر يعني لان كنا ناويين بزاف، كان يدير مشروع، كان غادي يخدم، كان يدير تكوين، ودابا ما يعني حاله ما راه كتشوف ما يمكنش غيدير هادشي كامل. كاد السيد راه مقبوط، ويعني خصني ندير محامي، ومحامي ما في حالتي دابا انا ما عنديش ماديا ما كاينش. وكنتمنى الناس اللي كيشوفوا والمجتمع والجمعيات اذا كان شي مساعده من عندهم يعاونوني، هذا اللي كنتمنى. طبعا ما الحاله الماديه ما ضعيفه بزاف، ما في حالتنا باش نديروا له شي حاجه. كنتمنى المحسنين والجمعيات اللي كيشوفوا فينا يعاونونا، نار ما عندناش، وهما كيشوفوا الدري يعني راه ماشي كذبنا ولا خفينا شي حاجه، وهذا اللي كنتمنى. ما بان لي الامل ولكن جا هذا الطمو، هذا هو الامل ديالنا. كان كيعاوننا هكا، المهم ملي كانت سميتو كان جالس التكوين، المهم تيعاون باش ما عطى الله، ودابا حنا يعني داكشي اللي كنا عوالين عليه تحطم. كنتمنى من الجمعيات والمجتمع الوطني والناس اللي كيشوفوني انا راه ما فحالتيش، وخصني ولدي ندير ليه شي حاجه اللي المستقبل ديالو لان صعيب عليه هكا. نتمنوا يعاونوني باش ما كان. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.